إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا نعيش مشهد نرى فيه كيف يكون الإسعاد والإيناس، كيف يكون التقاط الموقف الذي يضخ دفقة عظيمة من إيناس القلب وإشعار النفس بالأهمية والاهتمام. دعونا ندخل إلى البيت النبوي، ذاك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت المتقارب الجدر المتطامن السقف صندوق للسعادة والبهجة والأنس. ملأه النبي صلى الله عليه وسلم بالإبهاج بالإيناس بالإسعاد ببراعة نبوية عاجبة عاجبة. أمنا عائشة لما انتقلت إلى بيت النبوة انتقلت وهي بعد لها علائق بالطفولة، يعني لم تغادر الطفولة تماما، مصطحبة معها علائقها بالطفولة. لذلك يوم انتقلت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم جابت معها حسب تعبير أخواننا المصريين إعزالها، يعني حاجاتها وأغراضها. كان من ضمن أغراضها اللي نقلتها معها لعبها وعرايسها، وكانت تلعب بهذه اللعب مع أترابها. فكان أتراب عائشة الجواري اللي في سنها يأتين إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعبن معها بهذه اللعب. ومعروف أن اللعب هي عالم من الخيال، يعني عندما تلعب الطفلة بلعبها هي تعيش عالم من الخيال، تعيش عالم من هذه البنت كبرت ولا رضعت ولا تزوجت ولا، تعيش عالم من الخيال، ويكتمل هذا الخيال إذا كان معها أتراب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيت عائشة وأترابها معها وقد ألقيت عليه المهابة صلى الله عليه وسلم ينقمعن من النبي صلى الله عليه وسلم يهبنه. تقول عائشة رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. يا الله، يعني النبي يتبع أتراب عائشة يقول روحها عند عائشة، روحا عند عائشة، يسرب أترابها إليها حتى تلعب هي وياهم باللعب، حتى يكتمل المشهد عندها، حتى يكون اللعب لعب جماعي تكتمل بهجته. عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر بقيت عائشة في المدينة في بيتها، وطالت غيبة النبي صلى الله عليه وسلم أخذت لها حول شهر. فعائشة سوت إصلاحات في حجرتها. من ضمن الإصلاحات اللي سوتها إنها عمدت إلى سهوة فجوة في الجدار، فهي وهي تلعب مع أترابها في البيت في غيبة النبي تفتق ذهنها إن اللعب يبي لهم بيت، بناتها يبي لهم بيت، فأتت لهذه السهوة وهيأتها بحيث تكون بيت للعب. طيب بيتهم يبي له جدار ويبي له باب، فخيالها جعل من انها تجعل على هذه السهوة ستارة علشان اذا دخلوا في البيت يسكون الباب ويصيرون في بيتهم، وعلشان تقول نومتهم ناموا، علشان تقول انتهى لعبهم راحوا لبيتهم، يعني اكتمل الخيال. فوضعت اللعب في السهوة ووضعت على هذه السهوة ستر
وأصبحت السهوة بيتاً وصار الستر باباً. ولما عاد النبي من خيبر، طبعاً عائشة كانت في سن لم يتجاوز الطفولة بكثير، يعني كان عمرها 14، ودخل النبي ففتح الباب يحرك تيار هوائي، فبتحريك الباب دخلت الريح فحركت الريح الستر، ويوم تحرك الستر كشف ما وراءه وبانت اللعب، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتصنع الدهشة، هو عارف أن هذه لعب وخابرها وكانت في يد عائشة، لكنه يأتي متصنع عن الدهشة ويطرح سؤاله ويقول: عائش عائش ما هذه؟ وإذا عائشة تتجاوب مع هذا التساؤل اللي يدل على اهتمام، فتقول: يا رسول الله، هذه بناتي، بناتي عرايسي. فيطرح النبي سؤال ثاني، سؤال المندهش: وما هذا بينهن؟ وكانت قد وضعت بين البنات بين اللعب لعبة هي عبارة عن فرس، لكن فرس مميز، وضعت له أجنحة من جلد، كان شكل مميز. قالوا: ما هذا؟ قالت: هذا فرس. فتصنع دهشة أخرى وقال: فرس له أجنحة؟ كيف الفرس هذا له أجنحة؟ فرس له آذان، فرس له ذيل، لكن فرس له أجنحة؟ فدخلت عائشة في الدور تماما، وأصبحت الآن في دور المعلم والأستاذ، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم بكل براعة الطفولة وكل الاندهاش الجميل: يا رسول الله، أما علمت؟ والله الكلمة دي تدهشني، تجعل قلبي يطفر، إن عائشة تقول للنبي: أما علمت؟ يا الله، يعني عائشة الآن ظنت من كثر ما دخلت في الدور إنها الآن في موقف المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أما علمت أن نبي الله سليمان له فرس لها أجنحة؟ يا الله، أنا يغمرني الآن اندهاش كبير، وأقول: سبحان الله، وهل عرفت عائشة سليمان إلا من محمد؟ لولا محمد ما عرفت سليمان، والآن تقول له: أما علمت أن نبي الله سليمان له فرس له أجنحة؟ رضي الله عن عائشة جعلتنا نعيش معها هذا الاندهاش الجميل، هذه الدهشة الجميلة، هذا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة وراجع من فتح المبين، وعنده أخبار كثيرة بيقولها لعائشة، سيخبرها عن فتح الحصون، سيخبرها عن الغنائم، سيخبرها عن بطولات علي رضي الله عنه، كل هذه أخبار عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم نحاها جانبا وبدأ بما يهم عائشة، تدلى بهمه العظيم إلى همها البسيط: ما هذا؟ وهو راجع من غزوة، راجع من أحداث، راجع من أمور كبيرة تحكى، يتدلى بهمه إلى ما يهم عائشة. السؤال اللي بختم به بس الرواية عشان تفتحون أنتم بقية نوافذها، أقول: إذا كان هذا اهتمام النبي بلعب عائشة، يا ترى يا ترى يا ترى كيف اهتمامه بها هي رضي الله عنها، وكيف اهتمامه بأهلها وبأمها وبقرابتها وبأترابها؟ إذا هذا اهتمامه بلعبها، فكيف اهتمامه بمشاعرها؟ تفضل شيخي وافتح نوافذ أخرى. تفضل يا عبد الله، عندك يا شيخ. لا شك أنه يعني من أكثر ما يعانيه الناس اليوم التفرق والاختلاف داخل المجتمعات، مجتمعاتنا لا أقول العربية والإسلامية بل الإنسانية في شرق الأرض وغربها، من أعظم المشكلات والمعضلات الآن الأزمة في العلاقة ما بين الرجل والمرأة. هناك مؤسسات أنثوية ونسوية، وهناك مؤسسات على النقيض من ذلك، وهناك أزمات، وهناك تقارير وإحصائيات تتكلم عن كم امرأة ضربت وكم،
حتى في المجتمعات الراقية اللي فيها قوانين وفيها دساتير وفيها مؤسسات تراقب وفيها وضوح، إلا أنه حالات مثل العدوان وحالات الضرب وحالات التحايل على القوانين وعلى الأنظمة، وهذا موجود في العالم كله وفي العالم الإسلامي أيضا من ذلك شيء كبير. نحن لما ننظر إلى بيت النبوة وإلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث رحمة للعالمين، وأيضا رسالته كانت رسالة شاملة. نحن لما ننظر مثلا في رسالة عيسى عليه السلام نجد أن عيسى لم يتزوج، وزكريا وصفه الله تعالى بأنه كان حصورا، وإن كان هناك طبعا في يعني روايات لكنها ليست معتمدة. يحيى نعم سيدا وحصورا، لكن عيسى عليه السلام أيضا المشهور بأنه لم يتزوج، وهذا هو ظاهر من النصوص. ولذلك يقل في تراث أولئك الأنبياء التعليم والتوجيه والقدوة والأسوة فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية وأحكام المعاشرة وأحكام العلاقة وأسس البناء العاطفي والوجداني والروحاني والجسدي أيضا. ولذلك يعني الكلمة المعروفة لما قال إن أفضل هذه الأمة أكثرها نساء وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي حياته كان أسوة وقدوة للأمة، ليس فقط في مجال مثلا الجهاد وفي مجال التعليم وفي مجال العبادة، ولكن تجد مثل ذلك ونظيره في مجال البناء الأسري وفي مجال العلاقة الأسرية وفي مجال يعني تمتين العلاقة ما بين الرجل والمرأة، ليس فقط الزوج والزوجة، وإنما المرأة حتى لو كانت بنتا أو كانت أختا أو كانت امرأة من سائر الناس. هذا يحمي المجتمع من التمزق، يحمي المجتمع من الصراع بين مكوناته، ويحول ذلك إلى تكامل ما بين الرجل وما بين المرأة. ولا شك أن شر ما تعانيه المجتمعات ممكن أن تصير إليه أن يكون هناك حالة من يعني التحارب والتحاقد والاختلاف والصراع ما بين الرجل وما بين المرأة داخل المجتمعات، فيصبح هناك كأنه مثلا يعني المجتمع يوصف بأنه ذكوري بمعنى أنه لا يحتفل بقضايا المرأة ولا يهتم لها، أو مجتمع نسوي يعتبر أن مجرد الاعتراف أحيانا بأن الرجل يتفوق في جانب من الرياضيات أو المرأة تتفوق في جانب من العلوم أن هذه خطيئة يجب على مدير جامعة أن يتراجع عنها، وأن ربما يستقيل من عمله بسبب كلام ربما يكون كلام علمي في هذا الخصوص. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعائشة هو أحد الأشياء الموجودة في المجتمع وأحد أهم الأزمات ما بين الزوجين هي الاهتمامات المشتركة. الآن لما تأتي عند شخص تتحدث معه من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وبقي حديث، وتجد جلسة مع شخص آخر تدور كلام ما تلقى إلا أنه الجو بارد ولا الجو حار وانتهت السالفة، والمطر وما يتعلق بها. من أهم الأشياء التي تصنع الحديث والعلاقة والوشائج بين الشخصين هي الاهتمامات المشتركة. المشكلة بين الزوجين في الغالب أن لدى الزوج اهتمامات غير اهتمامات المرأة، فالحديث الذي يطرب الزوج لا يطرب المرأة، والحديث الذي يطرب المرأة لا يطرب الزوج. ومن أكثر البيوت التي يكون فيها حالة وشائج وعلاقة جميلة هي البيوت التي وسعت المساحة والأرض المشتركة بين الطرفين، أنه في قضايا. كيف نوسع هذه الأرض المشتركة؟ من أمثلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بعض اهتماماتها. وهل هناك اهتمام يمكن أن يزدرى من أجله كل الاهتمامات الأخرى، مثل اهتمام تبليغ الدعوة، ومثل اهتمام الجهاد في سبيل الله، ومثل اهتمام قيادة الأمة، ومثل اهتمام الناس الذين قتلوا في خيبر، ومثل اهتمام النصر في خيبر؟ ثم مع هذه الاهتمامات كلها من المهم أن تجد عند نفسك المرونة الكافية لتتمدد أنت، وتصبح اهتمامات هذه الزوجة أو هذا الطفل أو هذا الشخص الكبير أو هذا الخادم أو هذا الغريب يصبح شيء من اهتماماتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في كل شؤونه، والحقيقة أن هذا المشهد ينير لنا أسوة
خاصة بأنه كيف يصنع الزوج مع زوجته مساحة مشتركة يتحدثون فيها. ليس بالضرورة أنه المساحة المشتركة أن تأخذ بيدها وتأتي إلى اهتماماتك الخاصة، في بعض الأحيان يجب أن تذهب أنت إلى اهتمام هذه الزوجة الصغيرة. من تفضل يا شيخ. يعني المشكلة، جميل ما ذكرته في قضية اهتمامات مشتركة. اليوم هناك وافد جديد ربما قطع الأواصر الشبكات الاجتماعية. إذا كان الزوج يدخل إلى غرفة النوم ومعه جهاز، وفي هذا الجهاز الكثير من الشبكات، وهذه الشبكات أيضا تكون أحيانا يكون فيها ما فيها من الصور وإلى آخره، وجهاز التلفاز موجود أيضا في غرفة النوم، مل عقل الرجل وكذلك عقل المرأة أيضا، الكلام عن الجميع، يجعل أنه ربما كل واحد منهم يسبح في فلك آخر وكلهم في فلك يسبحون. فهنا عملية إعادة تأهيل علاقات وهموم مشتركة بينهما ربما هي ضرورة ومسؤولية الطرفين معا. والمنطلق من أين؟ فرق عظيم بين زوج يفكر في احتياجاته وتقصير زوجته فيها، وبين زوج يفكر في احتياج زوجته ويفكر كيف يلبي هذه الاحتياجات، احتياج الحديث، احتياج القرب، احتياج التفكير. من المنطلق الأول تفكير أناني، هو ينطلق من احتياجاته ويقيم هذه الزوجة بناء على هذا الاحتياج، ويفترض أن المرأة مشغولة باحتياجات زوجها وتفكر كيف تلبيها والعكس كذلك. من الأشياء الحقيقة اللافتة في هذا الموضوع موضوع الخيال، وأنا سمعت منك شيخنا يعني حديثا عن أهمية الخيال. يعني القصة التي اللعب الموجودة لعائشة رضي الله عنها لا تخلو من 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 خيال، وحتى اندماج عائشة رضي الله عنها في الحديث عن لعبها تتحدث عن شيء كأنما هو واقع. فإيش مساحة تأثير الخيال في تطوير الحياة وترطيبها أيضا؟ هذه ودي أنه الشيخ لو تتحدث عن قضية الخيال وأهميتها في التطوير وأيضا في المتعة، وأن القضايا ليست هي مجرد واقع ومحصور في الواقع، وفي مع الخيال أيضا الترفيه أهمية وحاجة الترفيه يعطينا أهمية فيه إن شاء الله بإذن الله. إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا. بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.